الاستضافه ديالكم في هذا النهار السعيد كبير سعيد الله، وحنا في مدينه برشيد الحمد لله، والاخ يكون شي تفرجوا معنا وناسين معنا. حنا زادت حنا الظروف، كنا حنا ما كنا غندوزوا على شي طريق، ولكن الحمد لله جابتنا الطريق. حنا راه تلاقينا معكم، مرحبا بنا ومرحبا بكم انتم معنا. سيدي شرف لينا. قول لي كيفاش كنت بديتي الفن؟ والفن كان عندنا هذا احتراف، كنا من اجدد حنا ولاد اسي. دابا هذا الشيء كان عندنا مع الناس الاولي الكبار الاولي اللي كانوا دازوا معنا، كنا محتملين معاهم ودازوا معنا مع الفن، وتعلمنا منهم ودربوا منا الناس الكبار اللي علمونا والحمد لله حنا راه ما خفى عليكم والو. الناس القدمان المساكن اللي ماتوا الله يرحمهم اللي باقيين حيرات، حنا كل يوم باقي ندوز على الوقت، اللهم له الحمد. واش الحب ديالك للكمان جا والفن هو اللي خلاك انك تمشي في هذا المجال؟ اها تمام، هي هي على التراث المغربيه ديالي كان عرفنا، هي هو الفن هو الغناء عندنا في هذا التراث. المجال عندنا الوتار، عندنا الكمانجه، في ممشينا كنعرفوا التراث المغربيه ديالنا هي هذه. حنا تبلينا بها ما نقدروش، علاش ما نهزوا الحب ديالنا ديال المغرب ديالنا؟ علاش؟ شحال كان في عمرك باش بديتي الكمانجه؟ ولد 16 سنه، كنت ولد 16 سنه باقي الله هو صغير، خدام في خنوط اخرين، وكنخدم وكنمارس الفن. ما عندي كان كنديروا هوايه كاع، ما كنت كاع حس. ايوا كنقول لك الناس القدماء اللي كانوا معنا، كان معنا الدراري اللي كانوا معنا ولاد اسفي، ما شغنقول لك فيهم سلمة جال فيهم واحد 15 ولا 20 واحد اللي كنا كندربهم، فيهم ولاد كزوله ولاد اسفي ولاد الصويره كاملين. ما غنقول لك والو، غير في الله مش كثير فيهم. يعني بغيت تقصد انه الدراري اللي كنتي معاهم هما اللي زيدوك يعني الكمانجه وداك الشيء، هما اللي كانوا معاك علموك كيفاش؟ اتفق معك الاخ العزيز. هي يعني انت تعلمتي يعني اكتسبتي يعني الفن. مارسنا الفن وبقينا غاديين مارسين مع تبارك الله. دروك الاولاد عندي 55 سنه تبارك الله، راه انا ولد 16 سنه دابا الفره، واحد 30 سنه ولا 35 سنه. يعني ماشي شي حاجه اللي هي قصيره ولا ماشي قصيره ولا شي حاجه، راه دوزنا ختي تبارك الله. ماشي حنا وحنا ماشي مقدمين لقدام ولا شحال، كندوزو حنا مع الدراوش، انا ما دراوش مع الناس اللي الفنان، ما ماشي من دوك الناس اللي كيتقدموا. كتكون يعني كتكونوا يعني في الاسواق الاسبوعيه كامله ولا اسواق الاسبوع؟ عندنا العراس، عندنا كل شيء، حنا مع الدراوش في التحت. دابا كنمشيو دابا كنتاو معنا كنجيبوا الرباعه كنخدموا معاه في حضاريه في داك الشيء ديال العروبيه، مخيرين بحال هكا بنادم كيعرفوا منا، الناس كيعرفونا، هذا هو وجهتنا. يعني انت كتخدم في الاسواق الاسبوعيه وفي المناسبات؟ دابا في هذا الاخر، في هذا الاخر عاد وليت كندير السباق الاسبوعيه في هذا الكورونا، فاش وليت كندير السباق الكورونا. من قبل كورونا كنت ما كندير السوق الاسبوعيه. انت كتمشي غير العراس؟ غير العراس صافي. وتبارك الله كيكون البيدجي طالع؟ كان كل شيء بخير الحمد لله. بشحال تقريبا كتمشيو في العراس؟ شحال كيكون؟ واش غنقول لك، كل واحد والجهد ديالو. دابا داك الشيء على مستوى ديالو، كل اللي ما عندوش كل اللي عنده، وكنديروا على حساب الاقتصاد ديالو، على حساب الصير، على حساب الترانسفور. تقريبا الثمن من شنو؟ ابتداء من شنو؟ نقول لك بالمثال، حنا كان من ما عرفتش نقول لك، كل حاجه والثمن ديالها على حساب القرب، كاين اللي بعد كيسوي لك الثمن شويه، كنت قريب راه غديرها على حساب الترانسفور يعني على حسب واخا. دابا الان كنشوفوك انت وكنشوفوا الزميل معاك، شنو الاسم اللي عاطي الثنائي ديالك؟ حنا هما ولاد اسفي الدراري، هذاك ميلود، الاخ ميلود، انا حميد. واخا الاسم اللقب ديالكم شنو هو؟ اللقب ديال اللقب ديالنا هما الدراري ولاد الصويره، حنا كنا محسوبين الدراري ولاد الصويره، معروفين اللقب الدراري ولاد الصويره. صافي يعني ما كاينش واحد لقب محدد؟ لا، واحد اللقب اللي هو باسم سميتو، ما عندناش لا كارت فيزيت ديالنا باش غندير واحد اللقب. الدراري معروفين فلان فلان حميد ياك وميلود. ميلود مزيان الى اخره. هذاك الوزن اختي عندنا حنا في الذاكره ديالنا، في الدماغ ديالنا، مشات مع الدم. دوزت واحد الوقت ثاني في اليوسفيه مع الدراري، واحد كيقول لي الكريش الله يذكره بخير، واحد كيقول لي عبد الطيف عمران حتى هو دوزت معاه بزاف، واحد عبد القادر هيتو. يعني منهم باش تعلمتي؟ منهم باش تعلم، باش مارست ذاك الحرفه وتعلمت دراسه منهم، دوزت منهم معاهم دراسه اختي، دوزت حرفنا دوزتها دراسه، دوزتها مع الحرفيه. ولكن اللي قال هذاك تبارك الله الليله رجع يعني مزيان. واخا تقريبا شحال عندك دابا انت في الفن؟ هو دروك عندي انا راه قلت تقريبا من 12 عام، راه عندي دابا واحد 46 عام اللي عندي في العمر ديالي. 46 تبارك الله، يعني كتكون مع السي حميد دائما؟ هي دابا مع السي حميد، هي دابا زايدين في الاسواق الاسبوعيه في المناسبات. كنمشيو للعراس، كنتقدموا للعراس، كنمشيو للعراس. من الصعوبات هي بحال دابا الترانسبورات، دابا احنا ما عندناش الحديد، ما عندناش حاجه. دابا بنادم خصو يجيب لك الحديد، اذا خصك دير هو ديما هو ترانسبور على برا، خصو يجي لك الحديد. ما كانش الحديد خليت كاع سكتي في شي عرس، تبقى بونطي السبعه تقلب ثاني على تقلب على الحديد ديالك، وعاد تيجيك، وعلى خطره كان خطره كتجي على الكارج اللي كتضرب واحد المسافه 15 كيلو. يعني ترونسبور فين كتسكنوا نتوما؟ حنا دابا في برشيد. لا دروك جينا في السطات. نتوما في السطات، انا واحد السطات. يعني كتلقاو مشكل في ترونسبور، نتوما يعني كتبغيو تخدموا وكتبغيو تعطيو تبارك الله. تمام داك الشيء اللي كاين. ما شاء الله.